مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر. مباشرة معكم من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من كورنيش مسجد بحر مسجد الحسن الثاني. أجواء غريبة اللي كنشوفوها الآن بجانب مسجد الحسن الثاني، حيث كنشوفوا واحد الضباب اللي هو كثيف جدا. ها انتم كما كتشوفوا اللي يعني مغطي هنا المنازل بجانب المسجد، بجانب كورنيش مسجد الحسن الثاني. انتما كيف ما كتلاحظوا على غير العاده ضباب كثيف يغطي السماء ايضا، ويغطي ايضا مجموعه من المنازل هنايا المحيطه بكورنيش مسجد الحسن الثاني. ها انتما شوفوا سبحان الله على منظر كي داير، ها انتما شوفوا حتى البحر كنشوفوا انه هناك واحد الضباب اللي هو كثيف جدا، والوليدات كيعوموا في هذه اللحظات بالمربعه هنايا. شوفوا معنا متابعينا الكرام، هذا هو المكان المفضل عند سميتو عند البيضاويين هنايا، يعني كيجيو كيعوموا كيستمتعوا بهذه الاجواء الجميله جدا. انتم شوفوا معنا متابعينا الكرام، يعني مسجد حسن الثاني، هذه المعلمه التاريخيه، ضباب كثيف يغطي يعني جوانب مسجد الحسن الثاني كما كتشوفوا، الوليدات كيعوموا. خاص الوليدات ديالنا يردوا بالهم، في العمان، راه هادشي صراحه راه يعني خطر عليهم شويه، كيشكل عليهم واحد الخطر اللي هو كبير. البحر متابعينا الكرام راه يعني ما كيوقفش غير حد، يعني ما البحر اليوم راه صراحه الهارب يعني داخل بزاف، يعني ما مالفش كيمشي تسمك، لكن يعني كيشكل واحد انتم متابعينا الكرام شوفوا معنا هذه الاجواء الجميله هنا جنبات مسجد الحسن الثاني. ما نقدرش نبين لكم الوليدات اللي كيعوموا في هذه اللحظات بحكم انه مازال يعني قاصرين، لكن ما يهمنا هو هذه الاجواء، الغريبه اللي كاينه الان، اجواء غريبه اللي كاينه الان بمحيط مسجد الحسن الثاني. واش حتى نتوما متابعينا الكرام كيوقع لكم بحال هكا، يعني كيكون عندكم بحال هذا سميتو، واش حتى نتوما كيكون عندكم مثل هذه الاجواء هذه، يعني كتشوفوا هذا الضباب الكثيف اللي كيكون الى اخره. ها انتم شوفوا معنا هذه البلاصه هذه، ها شوفوا البلاصه هنايا خاويه، يعني ما فيهاش الضباب ياك، هنا ما كايناش شويه، يعني كاين هو بعيد، يعني داك الضباب يعني بعيد، راه كان قبيله هنا مي شويه كيبقى يرجع له. هنايا كنشوفوا واحد الضباب اللي هو كثيف وكبير جدا هنايا، يعني دوك المنازل ما كنشوفوهمش، دوك الطيور كاملين ما كتشوفوهمش. واش كيفاش كنقدروا نفسروا هذا الشيء، هذه الظاهره، يعني هذه ظاهره طبيعيه، هذه. شوفوا معنا متابعينا الكرام شنو رايكم في هذا الشيء، هذا انتما معنا متابعينا الكرام، يعني اجواء اللي هي غريبه جدا جنبات مسجد الحسن الثاني. فإلى هنا متابعينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.